لكم يعني اليوم ان شاء الله في نقدم معكم البانيا كتجي زوينه بزاف نتمنى تجربوها. نبدا معكم ان شاء الله بالمقادير اللي غادي نحتاجو فيها. عندي هنايا بالنسبه للحوت عندي هنا الكلوفيت منقي عندي الكلوفيت باقي بالقشره ديالو هذا نخليه يتزين. عندي هنايا الحوت سان جاك عندي هنايا فيلي ديال الحوت الابيض السمك الابيض عندي هنايا مربعات هنا ديال صدر ديال الدجاج هادشي اللي عندي بالنسبه للحوت. عندي الكروبيت هنا منقي قلتو هنا عندي السوريمي خليته هنا صحيح وهنايا شويه قطعته هكا نخليه. بالنسبه للخضره غادي نحتاج هنايا مطيشه عندي واحد جوج مطيشات محكوكين هنايا عندي شويه ديال الجلبانه عندي بصله كبيره مقطعه مربعات صغار عندي شويه ديال المعدنوس هنا عندي فلفله ملوانات مقطعه مربعات صغار عندي هنايا قطعتها وخليتها هنايا خليتها هكا على باش نخليها للتزيين قطعتها هكا طويله للتزيين. عندي واحد جوج سنانف ديال الثومه محكوكين وهنايا طبيعه الحال عندي الروز انا عندي 250 غرام ديال الروز عندي شويه ديال مطيشه الحك مطيشه كونسونطري هذه كيكون فيها حتى البيجين كتكون فيها البيجين الخضر يعني. هنا عندي زيت البلديه غادي ندير بها ندير شويه غندير الملحه طبيعه الحال الملحه غندير شويه ديال البزار وشويه ديال السكنجبير وشويه ديال الخرقوم هذه العطريه اللي غادي ندير. نبدا معكم ان شاء الله بالطريقه هنا ان شاء الله غادي نبدا معكم هنايا المقله راه دايره فوق النار ديجا غادي ندير فيها شويه ديال الزبيده شويه ديال الزبيده بلدية غادي نشحها البصله غندير فيها الثومة نخليها حتى تنزل مزيان هاد ما تشحرات البصله كما كتشوفوا هي نزلات بزاف. دابا غندير اللي غندير غندير الروز الروز عندي راه مغسول الروز باش يشرب هاد الزبيطه وهاد الصيله كتعرفو الدجاج راه بغي كيطيب يعني الدجاج عندي غادي ندير شوية ديال الملحة نديرها قياس الطريقه كتخلي الروز كيجي شارب ديك النسمه ديال الصال هذا دابا غندير الدجاج هنا بالنسبه كما كتعرفوا الدجاج راه صدر ديال الدجاج دغيا كيطيب غادي نديرو هو الاول نشحر مع ديك البصيله والثومه غادي
عيشها شوية. دابا غنزيد شيلي بالحوت غنزيد كاس صودا عندي شويه ديال الثومه البودر ديال الكميه الروز كيفاش ولا محمر مع ديك البصيله. دابا في هاد الاكله هادي غادي نزيد شويه ديال الملحه، بقاو ديروا الملحه بشويه بشويه باش ما تملشوش وما يتعاودوش كثر. لا كتعرف الروز كيبغي شويه ديال الملحه يعني كيشرب مع ملي كيطيب كيولي ناقص ملحه. نبقاو غادي نقادين مع الملح صافي. هنايا ها الفول الصحن غادي ندير الكروبات اللي مقليين. الكروبات راه ما كيطيبوش ما كيشدوش طياب بزاف.
بقى ندير شويه ديال الفرقوم شويه تقريبا نص معلقه صغيره ندير شويه ديال البزار وندير شويه ديال السكينجبير غير شويه غير راس المعلقه ما نديرش بزاف السكينجبير غير راس المعلقه لان الفايه فيها حتى الدجاج وتعرفوا الدجاج كيتواتى هو مع السكينجبير السكينجبير كيبقى صحي عطريه من العطريه اللي مزيانة صحيه صافي دابا غادي هاد البلاصه كنزيد مره مره كنزيد شويه ديال الملحه لان كنشوف بان غندير الملحه ناقصه شويه صافي دابا غادي نبقى نحرك حتى غنشوفو تخلط مزيان غندير شويه ديال الزيت غادي ندير السوريمي اللي مقطع هكا مربعات صغار كما كتشوفو بالنسبة للسطياب راه هاني السطياب راه دار يعني دابا راه كنحرك باش نسالم عاد باش نزينو وندخلو على الفران غادي ندير واحد الطريق ديال الزبده غادي نضيفو حتى هو نستنى عليه يذوب باش طريف الزبده كيعلك الروز كيجي معلك كيجي زوين والزبده بيان سور حتى الزبده كتجي لذيذه صافي دابا غادي نبدا نقاد فيها كما كتشوفوا غادي نقاد فيها بحال هكا دابا غندير شويه ديال الماء الماء هنايا من الجناب باش يطيب الروز صافي غير شويه وغادي ندخلها بعد ما غنذوقها ندخلها للفران وانا عيني ميزاني انا ملي كيبان ليا الماء ناقص والروز مازال قاصح كنزيد لان دابا شنو اللي باقي باقي غير الروز اللي باقي ما طابش اما الحوت راه شحرته الحوت راه تشحر واصلا هو الحوت ماشي زعما شي حوت قاصح راه غير فيلي ديال الحوت الابيض وهذاك سان جاك راه حتى هو الحوت ابيض وكيكون فتي الكروفيت حتى هما ما تيشدوش الوقت يعني دغيا تيطيبو صافي غيبقى غير هذا دابا غنبدا ان شاء الله غادي نبدا نزين بالفلافل الملونه على هاد الشكل هذا نضغط عليها كاملة يبقى تزين على حسب الكومودوركم
والماء عندكم ميزانكم مشات تكون شفتوها بدات كتشرب والروز باقي قاصح بقاو تزيدوا شويه د الماء بشويه بشويه حتى تتوقف يعني الروز كيطيب وكتجي ناشفه ما كتجيش مرقه يعني كتجي ناشفه في المرقه ديالها هذه الطريقه دابا غادي ندخلها للفران كما كتشوفوا من بعد ما غادي يطيب ونرجع لكم ان شاء الله بعد ما طابت البايا كتجي على هذا الشكل هذا يبولا نص طياب في البوطه كتدخلها طيب تكمل نص طياب الاخر في الفران باش كتجي على هذا الشكل هذا كتجي رائعه كما كتشوفوا الروز كل حبه بوحديتها وشي ريحه فيها البنات ما شهيتكم نتمنى تجربوها لبيداتكم لعائلتكم الى هنا كتنتهي الحلقه اليوم يمكن لكم تقدموها مع شي عصير ديال الحامض ولا ديال الليمون باش كيرافق الحوت كيجي لذيذ المهم نتمنى هذا الطبق ديال اليوم يعجبكم اللي عجبو الطبق ديال اليوم اللي ما يدخلش عليا باللايك واللي مازال ما اشترك يشترك في القناه ومع تفعيل الجرس الى هنا كتنتهي الحلقه اليوم شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء